اليوم تشرفنا بافتتاح جامع أحمد بن عبد الله الخادم برعاية معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ويأتي هذا الافتتاح ضمن حزمة من المساجد والعناية بها بحسب ما جاء في توجيه سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وهذا يدل فإنما يدل على هذه العناية المباركة التي تلقاها المساجد في مملكة البحرين من قيادة الرشيدة ممثلة في حضرة سيدي صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه وسيدي سمو ولي عهد رئيس مجلس الوزراء. وأنا بهذه المناسبة أتوجه بالشكر والتقدير لأصحاب الأيادي البيضاء من المحسنين، وهنا أشيد بأسرة أحمد الخاجة رحمه الله تعالى، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل بهذا العمل ويزيد حسناته. اليوم أيضا عندنا بعد صلاة التراويح عندنا مسجد في مدينة خليفة في مدينة عسكر، وهو المسجد التاسع أو الثامن الذي سيفتتح. وإدارة الأوقاف السنية عندها حزمة من المشاريع في بناء المساجد وحزمة أخرى في صيانة وإعادة ترميم المساجد، وذلك بحسب ما جاء في توجيهات سمو العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. بناء المساجد تعنى به يعني أيدي بيضاء من المحسنين جزاهم الله خير، وكذلك عدد من المساجد تحظى برعاية أيضا من المحسنين في صيانتها خاصة من العوائل الكبيرة المعروفة في البحرين. وهناك لا شك ميزانية ترصد في كل سنة لعدد كبير من المساجد لصيانتها، وتقدر في حدود المليون دينار.